وبناء عليه كل واحد منهم يقول لازم يكون له تليفونه الخاص. لا، هذا اللي ما هو ماشي. ليش؟ طالما ندفع رسوم الاشتراك والمكالمات. يا طويل العمر، التليفون خدمة عامة لك ولغيرك، والدولة تقدم الخدمة دي للناس كلها. بعدين طال عمرك كل بيت يستحق تليفون واحد أو أكثر إذا دعت الضرورة. وحنا دعت الضرورة. الضرورة لا تتدخل فيها المظاهر. يعني نعتبر كل واحد من العيال يبغى له تليفون خاص لا تعتبر مظاهر. مظاهر كذابة. كذابة؟ لا مو بنت يا فراس. سرور كذابة. كذاب سرور. اي المظاهر ام فراس. سرور ورطتني.